إذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نجدد لكم الترحيب في هذه الانطلاقات مع انطلاقاتنا الصباحية المميزة، حيث ينطلق شوطنا 19 في أشواط هذا اليوم، وهذا الشوط خاص بالأبكار الحقائق ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين، حيث تسير الشعارات بمشاركة وتحدي بين كل المشاركين، منافسات مميزة ومستمرة. بالتوفيق للجميع، حيث نبدأ إعلان هذا الشوط ونقترب من صدارته ومقدمته، حيث يتقدم هذا الشعار في المركز الأول معلن انطلاقته الأولى وتحديه في هذه اللحظات بالمركز الأول. المركز الأول يتقدم في هذه اللحظات سلطان بن معيوف المطيوعي، يقدم لنا شفاء في مقدمة الشوط. المركز الثاني من الجانب الآخر تسلل شعار راعي صوغة، يقدم محبة هنا في هذه اللحظات. مظفر بن محمد بن خموشة العامري متسللا إلى مقدمة الشوط. يأتي بن شطيط في المركز الثاني في هذه اللحظات مع سراب محمد بن حمد بن شطيط الوهيبي. والمركز الثالث وصل التاج سعيد بن محمد بن سالم الراشدي. المركز الرابع تقدمت روز عبد الله بن سيف بن زيتون المهيري. المركز الخامس من الجانب الآخر هذه اللحظات تتسلل من عمق الميدان في هذه اللحظات وتأخذ المركز الخامس الشاهينية سعيد بن سالم بن راشد الدرعي. المركز السادس وصولا من خلال يميله تعود ملكيته لحمدان بن محمد بن قحيد. في المركز السادس، المركز السابع تتقدم غازيه مساعد بن محمد بن مساعد بن خالد المنصوري. المركز الثامن، المركز الثامن هنا موجوده. المركز التاسع ياتي اشعار صعب المضمرين مع وجودي وتحدي ثروة تتقدم في هذه اللحظات والشاهينية لعلي بن راشد بالضبيعة الاكتبي. والمركز العاشر هناك شعار بن رشيد يقدم لنا شديدة سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز المتقدمة العشرة الأولى. أسماء قادمة، أسماء تخوض غمار المنافسة، غمار التحدي. وبن شطيط يتقدم، بن شطيط يقدم سرابة في هذه اللحظات. محمد بن حمد بن شطيط الوهيبي، يا سلام يا أبو صقر في مقدمة هذا الشوط. بينما بن مساعد يحتل المركز الثاني لمساعد بن محمد بن مساعد المنصوري. ياتينا ثانيا مع وجود غازية، غازية تحتل المركز الثاني. المركز الثالث هناك روز عبد الله بن سعيد أو عبد الله بن سيف بن زيتون المهيري. والمركز الرابع تسللت الآن وتسللت تسللت الواصلة عبد الله بن سالم بن عبيد الشامسي. يصل مشاهدين الأعزاء في المركز الرابع الثالث، المركز الرابع لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. والمركز الخامس، المركز الخامس هذه وصلت مشاهدينا الأعزاء شعار النعيمي قادم من الجانب الآخر. أو هذه الزود، الزود حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي قادم. ولكن بن شطي بن شطيط فاز حتى اللحظة بسرابة، سرابة محمد بن حمد بن شطيط الوهيبي لا زال مسيطر، لا زال مسيطر. لكن بن فارس يتقدم، بن فارس بن فارس بن فارس يصل للمركز الثاني حاملا تحديات الزود، الزود حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي قادم مع الزود، قادم مع الزود. الله يزود أهالي مضيبي السلطنة والأهالي الرقيعات أهالي القوعة قادمين. الله يا بن فارس الزود، الزود الزود سلامي على انتاج المختبر. تتقدم الزود الى المركز الثاني، المركز الثاني تبغي المركز الاول وفيها زود حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي. سلام للمختبر، سلام على هذا الفوز والانتصار. سلاله هملوليه اصيله، سلاله هملوليه اصيله حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي. وسلام لاهالي القوع، سلام على هذا الفوز والانتصار. الزود 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 تهديهم الناموس بالزود. المركز الثاني سراب محمد بن حمد بن شطيط. المركز الثالث سعيد بن خليفة بن رشيد. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام هذه مطرة بخيت بن حمد بن العود العامري. وخامسا غازي مساعد بن محمد بن خالد المنصوري. توقيت الزمني، عودة إلى التوقيت مشاهدينا الكرام، لحظات الوصول الأخيرة في منافسات هذا الشوط.
والتوقيت الزمني أمامكم على شاشة التلفزيون، حيث كانت الزود بمنافسات هذا الشوط. هذه الزود حمد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي تفوز بهذه الانطلاقة، تهدي هالي القوع الناموس بأربع دقائق 32 ثانية، سبع أجزاء من الثانية ثانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وسلام لهالي القوع سلام. المركز الثاني حيث كان تحدي من خلال وجود سرابة، أربع دقائق 34 ثانية، خمسة أجزاء من الثاني ثانينا كذلك لمحمد بن حمد مشطيط الوهيبي حيث حل بالمركز الثاني ثانينا لو الناموس، بينما المركز الثالث وصول من خلال وجود شعار برصيد بأربع دقائق 35 ثانية 9 أجزاء من الثانية، حيث كانت تحديات وانطلاقتي الشديدة تحتل المركز الثالث في هذا التحدي المثير في انطلاقتي هذا الشوط.